ارجع سريعا مرة تانية برضو مع زميلنا كريم أحمد ولقاء مع علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي. نجم نجوم النادي الاهلي، واقول له زي ما جمهور النادي الاهلي بيقول يعني انا ساعدنا علي معلول، عندنا دموع غاليه جدا علي على كل جمهور النادي الاهلي وعلى كل محب للنادي الاهلي، لان انت الحقيقه واحد من الشخصيات العظيمه اللي دخلت النادي الاهلي، مجهودك باين، اصرارك باين، حابب تقولي الاول على البطوله الغاليه جدا جدا دي علي بالنسبه لك. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، خصوصا ممكن كنا عشت اسبوع صعب شويه، خصوصا بعد شوية التصريحات اللي أنا كنت مقصر في المقابلة الأولى، اللي أنا كنت سبب من الهدف اللي تقبلناه، لكن الحمد لله كان فما كلام لاعبين كانوا مديني ثقة كبيرة إنه يكون الهدف اللي مش نسجله لهنا في المغرب من قدم انتهائي. الحمد لله اليوم بطولة غالية من كازابلانكا، خصوصا بعد ما خسرنا البطولة السنة اللي فاتت، لكن روح الفريق والإصرار والعزيمة أن ننتصروا، الحمد لله بطولة غالية تنضاف للدولاب النادي الأهلي وللمجموعة هذه اللي قاعدة تعمل في إنجازات كبيرة برشا. إن شاء الله القادم أفضل. مبروك للنادي الأهلي مرة أخرى للتتويج، إن شاء الله تونا نطويو الصفحة هذه ونركزوا إن شاء الله على الدوري، نحاولوا نحسموا الدوري في أقرب وقت باش ان شاء الله ناخذوا العام السنة لكل البطولات الممكنة ان شاء الله. كريم كلمك ولا لسه؟ كلمته اكيد اكيد، كان متوقع انه اليوم باش ننتصروا، الحمد لله بطولة غالية غالية جدا، خصوصا هنا في المغرب كنا شفنا انه فريق الوداد كان متاكد انه هو باش ينتصر، لكن الحمد لله خبرة اللاعبين. اقسم بالله احسن باك ليفت في طبعا. اقسم بالله مبروك يا لولو، مبروك يا حبيبي. الحمد لله الحمد لله، الف مبروك للناس حبيب حبيب جمار حبيبي، مبروك يا حبيبي. فمجموعتنا روحها ممتازه ما بين اللاعبين، كل الناس كل نعيشوا كعائله واحده، وهذا سر تفوق المجموعه هذه. ان شاء الله ديما موجودين على منصات التتويج ان شاء الله. الله يبارك فيك.